في الشرق الأوسط وجايين نتعرف على المساجين ونعرف أحلامهم وطموحاتهم في المستقبل. ومعنا أول مسجون وبنقول له مساء الخير. إبراهيم كآبة. مسجون في إيه إبراهيم؟ جاي فسحة والله. يعني حضرتك شايفة إيه؟ يعني إعدام. هيعدموك ليه؟ قتلت بابا وماما ومراتي. ليه؟ هقولك. حاضر هقولك ليه. بقى يا ست، أنا كنت قاعد في البيت في أمان الله، بابا وماما جولي زيارة البيت ومعاهم بطيخة كبيرة شوية، وماتش الأهلي أهلي والزمالك اشتغل. بابا قعد على الشمال وماما قعدت على اليمين، وحطيت البطيخة قدامي. مراتي جابت سكينة وقالت لي خد يا حبيبي قطع دي. مسكت السكينة والماتش اشتغل. الماتش ابتدى يسخن شوية، بعد ربع ساعة الزمالك جاب جون جاب جون. قلت هي الماتش سخن أكتر وأكتر وأكتر. بعد نص ساعة الأهلي جاب جون هو كمان. قلت ليه ليه كده بقى ليه ليه. المهم مراتي دخلت لقت المنظر دوت، راحت واقفة عاملة كده. قلت لها فاضل خمس دقايق، وسعي وسعي يا شيخة، بقول لك وسعي. اوعي بقى. لا السكينة جت في التلفزيون ما شفتش الماتش. انت مش بني ادم على فكرة. الله يخليكي، ميرسي قوي. امشي. ميرسي. المسجون اللي بعده. ايه ده انت واقف كده ليه؟ عشان المستكيه والمصداقيه عامل بحب وكده. ايوه ايوه، عايزاك تفك معايا شويه. ماشي يلا. مساء الخير. مساء النعم. نفسك في ايه؟ اركب شيفروليه. بص ما تمثلش، اعترف عليك. حيوان. صاحبك اعترف عليك. ندمان. قتلتها ليه؟ مش انسان. بلاش قتلتها ليه، شوهتها ليه بعد ما قتلتها؟ الحب في زمن الكوليرا. ضميرك راح فين؟ مدينته البهائم. فلا يمكن تكون بني ادم. جبال الهيمالايا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بقول لك انا ما اتدرب، انا ما اتدرب. ايه ده في ايه؟ انت فاكرني اخاف؟ انا ما بخافش على فكره، ما بخافش. عارف ليه؟ عشان انا بصلي. بتصلي؟ ياما قولي والله انا ما اتدربتش ياما، انا خدت اللي نب. خد هنا تعال. او يا بتاع الجاتو افندم. بونبون سي ما فاش. انا عبد الغني القماش، وده الكارت بتاعنا في الانفرادي. ها بونبون سي ما فاش، انسحبوا مستنيك جوه. خلصنا. اعزائي المشاهدين، المسجون اللي بعده. مساء الخير. احنا مش بنمثل فيلم ولا بنعمل مسلسل، احنا في السجن والله العظيم في السجن. نتعرف عليك. ايه ده؟ ايه الاكل جه جوه في الميز. الوكل الوكل. تعال تعال. انت مين؟ انا مين؟ قول كمان. نسيت صوتي. قوتنا في لمتنا. اسمك ايه؟ انا صابر ورادي، مونولوجيست شهير. ايه ده بجد؟ والله. ما تقول لنا حاجه عشان الجمهور يتفاعل معانا. حاجه لسه مألفها دلوقتي. ليه البطاطس والهمبرجر بيجروا في الشارع؟ ليه؟ عشان وجبات سريعه. والله وجبات سريعه وربنا.